حاجة مهمة جدا يا بلال قبل ما اخد رأيك في الموضوع ده، خاصة بصالح جمعة. صالح جمعة له تصريح دلوقتي بيقول: انفطر قلبي والندب يأكلني، اعطوني فرصة وسأقاتل من أجل الأهلي. أقوله مرة تانية، ده تصريح لصالح جمعة: انفطر قلبي والندم يأكلني، واعطوني فرصة وسأقاتل من أجل الأهلي. أنا اللي هقول لك يا صالح، أنا على المستوى الشخصي أعرفك كويس جدا جدا، شخص طيب جدا جواه قلب أبيض، قلب أبيض. لكن لازم تغير كل الوشوش اللي حواليك يا صالح، غيرها غيرها. دي نصيحة أخ، نصيحة أخ كبير. غير لو عايز تاريخ وعايز مستقبل يليق بإمكانياتك وقدراتك، مش بتفكيرك في ده، مش بتفكيرك، وأنا صريح جدا معاك، مش بتفكيرك، يليق بقدراتك وإمكانياتك. غير كل الوشوش اللي حواليك، ما تشوفش غير صالح جمعة بس، ما تشوفش غير مستقبل صالح جمعة بس، ما تشوفش غير نجومية صالح جمعة بس. عندك إمكانيات قريبة كتير جدا جدا من نجوم كبيرة جدا في الكورة، من نجوم كبيرة عملت لنفسها تاريخ وأساطير وسيفي وبطولات وإنجازات وفلوس وحاجات كتيرة جدا في عالم الكورة. أنت أولى بيها، أنت وأسرتك، وأسرتك اللي جاية كانت الصغيرة ولا الكبيرة. أنت يا صالح اللي محتاج تغير الوشوش اللي حواليك، وأنت اللي قادر أن أنت تخلي نفسك في مكان كبير جدا جدا، وأنت اللي قادر أن أنت تبعد عن كل الناس بنجوميتك أو قدراتك أو إمكانياتك أو مهاراتك. غير كده ما تلومش حد، ما تلومش حد غير نفسك. كل الناس، كل الناس بتساند وبتساعد في إطار الممكن. الأهلي ما بيقفش على حد وما بيستناش حد، يصبر على حد، لكن في النهاية اسم الأهلي هو اللي بيفضل يا صالح. دي رسالتي ليك. طب كويس قوي، معايا على التليفون صالح جمعة. صالح،